الكيب، السلام عليكم، سعيد بلقائكم وأسعد بالحديث مع وجوهكم الطيبة. المهم سنرى في حلقة اليوم هواتف بين 30,000 إلى 40,000 دينار جزائري بالدولار الأمريكي بين 160 إلى 220. لدينا هنا أفضل 10 هواتف في هذه الطبقة السعرية. كان البحث عليها صعب جدا، والخروج بعشر خيارات كان الأصعب. لدينا 4 خيارات إضافية ولكنها قليلة في الأسواق، إضافة إلى 7 خيارات يعني متوسطة، ولدينا 16 هاتف لا نصح به. لذا تعرفوا عليها وتابعوا حتى النهاية. ولا تنسوا شباب كالعادة وكما عودتم أنا ضغط زر لايك أسفل هذا الفيديو، وهذا يعتبر أقل شيء بإمكان متابعي ومحبي أمني تقديمه لنا. المهم ما نطول عليكم، خليكم مع الفيديو، مشاهدة طيبة. نبدأ مباشرة مع أفضل 10 هواتف، وفي المرتبة العاشرة لدي الجالكسي S7 Edge بسعر 34,000 دينار جزائري، شاشة 5.5 إنش سوبر أموليد مع معالج سناب دراجون 820، حقق على الأنتوتو 157,000 نقطة، كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل، بطارية 3600 ملي أمبير، شحن سريع باستطاعة 15 واط، والشحن اللاسلكي. وسبب وضعه في هذه المرتبة هو أنه لا يتوفر في خيارات جديدة، يعني كما احنا نقول في الجزائر كابا، يأتي في علب معدة تصنيع أو في حالة جيدة. في المرتبة التاسعة لدي الأوبو F9 أو الأوبو F9 برو بسعر 35,000 دينار جزائري، شاشة 6.3 إنش IPS LCD مع معالج هيليو P60، حقق لي على الأنتوتو 139,000 نقطة، مع كاميرا خلفية مزدوجة 16.2 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 25 ميجا بكسل. أما البطارية فهي بسعر 3500 ملي أمبير، تدعم شحن سريع باستطاعة 20 واط. في المرتبة الثامنة لدي لونور 8X بسعر 30,500 دينار جزائري، شاشة 6.5 إنش IPS LCD مع معالج كارن 710، حقق على الأنتوتو 139,000 نقطة، بكاميرا خلفية مزدوجة 20.2 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل، مع بطارية 3750 ملي أمبير مع شحن عادي باستطاعة 10 واط. في المرتبة السابعة لدي هواوي 9 2019 بسعر 34,000 دينار جزائري، بشاشة 6.5 إنش IPS LCD مع معالج كارن 710، حقق على الأنتوتو 139,000 نقطة، مع كاميرا خلفية مزدوجة 13.2 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي مزدوجة 16.2 ميجا بكسل، مع بطارية 4000 ملي أمبير وشحن عادي باستطاعة 10 واط. في المرتبة السادسة لدي آيفون 7 نسخة 32 جيجا بايت كابا بسعر 39,500 دينار جزائري، مع شاشة ريتينا بحجم 4.7 إنش مع معيار مقاومة الغبار والمياه IP67 ومعالج أبل A10 فيجن، حقق على الأنتوتو 173,000 نقطة، مع كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 7 ميجا بكسل. في المرتبة الخامسة لدي شاومي ريدمي نوت 7 بسعر 31,500 دينار جزائري، بشاشة 6.3 إنش IPS LCD ومعالج سناب دراجون 660، حقق على الأنتوتو 157,000 نقطة، مع كاميرا خلفية مزدوجة 48.5 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 13 ميجا بكسل، مع بطارية 4000 ملي أمبير بشحن سريع 18 واط. في المرتبة الرابعة لدينا ون بلس 5 كابا بسعر 35,000 دينار جزائري، بشاشة 5.5 إنش أوبتيك أموليد مع معالج سناب دراجون 835، حقق على الأنتوتو 209,000 نقطة، مع كاميرا خلفية مزدوجة 16.20 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل، إضافة إلى بطارية 3300 ملي أمبير بالشحن السريع باستطاعة 20 واط. في المرتبة الثالثة لدي شاومي ريدمي نوت 7 برو بسعر 38,500 دينار جزائري، شاشة بحجم 6.3 إنش IPS LCD ومعالج سناب دراجون 675، حقق على الأنتوتو 181,000 نقطة، بكاميرا خلفية مزدوجة 48.5 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي 13 ميجا بكسل، إضافة إلى بطارية 4000 ملي أمبير تدعم شحن سريع باستطاعة 18 واط. في المرتبة الثانية لدي هاتف آخر وهو شاومي ريدمي نوت 8 أو الإصدار المحسن منه نوت 8T بسعر 33,000 دينار جزائري، شاشة 6.3 إنش IPS LCD معالج سناب دراجون 665، حقق على الأنتوتو ما يقارب 150,000 نقطة، وإصدار نوت 8 حقق تنقيط أفضل، مع كاميرا خلفية رباعية 48.8 و2.2 ميجا بكسل، إحداها ماكرو كاميرا ومستشعر عمق وكاميرا للتصوير بزاوية عريضة. أما عن كاميرا السيلفي فهي بدقة 13 ميجا بكسل مع بطارية 4000 ملي أمبير تدعم شحن سريع باستطاعة 18 واط.
في المرتبة الأولى لدينا سامسونج جالاكسي S8 كابا بسعر 39500 دينار جزائري. لدينا شاشة سوبر أمولاد بحجم 6.2 إنش، كمان أنه يأتي مقاوم للغبار والمياه بمعيار IP68 مع معالج سناب دراجون 835، حقق على الأنتوتو ما يقارب 198 ألف نقطة. كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل، بطارية 3000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط. أما عن الأربع هواتف التي قلت لكم هي قليلة في السوق، لدينا أولا LG V30 بسعر 35000 دينار جزائري مع معيار مقاومة الغبار والمياه IP68، معالج سناب دراجون 835، حقق على الأنتوتو 180000 نقطة. لدينا أيضا هاتف لينوفو Z5S بسعر 32000 دينار جزائري، معالج سناب دراجون 710، حقق على الأنتوتو 170000 نقطة. لدينا الهاتف الثالث وهو Realme X بسعر 39500 دينار جزائري مع معالج سناب دراجون 710، حقق على الأنتوتو 173000 نقطة. أما الهاتف الأول يعني هاتف رائع جدا وهو Realme 5 Pro بسعر 40000 دينار جزائري، معالج سناب دراجون 712، حقق على الأنتوتو 220000 نقطة. أما عن الهواتف المتوسطة، لدينا سامسونج M30 أو سامسونج A30 بسعر 31000 دينار جزائري، لدينا آيفون 6S كابا نسخة 32 جيجا بايت بسعر 33000 دينار جزائري، والنسخة 64 جيجا بايت بسعر 35000 دينار جزائري. لدينا هاتف أوبو A5 2020 بسعر 32000 دينار جزائري، لدينا هواوي P10 بلس كابا بسعر 33000 دينار جزائري، لدينا جالاكسي A8 بسعر 32000 دينار جزائري، لدينا كوندور M3 بسعر 33000 دينار جزائري، ولدينا هواوي ميت 9 بسعر 39000 دينار جزائري الذي يأتي مع الكانون 960 وحقق على الأنتوتو 208000 نقطة. أما عن الهواتف الفاشلة، لدينا من إصدارات سامسونج لدينا جالاكسي A6 بلس، جالاكسي A30S، جالاكسي A20S، جالاكسي A20، جالاكسي A40S، جالاكسي A40، جالاكسي G7 برو، جالاكسي G8، جالاكسي A7، جالاكسي M20. ولدينا أيضا هاتف هونور 8X ماكس، لدينا الأوبو A7، لدينا الأوبو A71 والأوبو F5S، إضافة إلى إنفينكس هوت 8 ولينوفو K5 برو. كانت هذه هي كل الهواتف، منها الجيد، منها المتوسط، منها المفقود، ومنها السيء. لا تنسوا الاشتراك إلى القناة إن كانت أول مرة تشاهدونا على اليوتيوب. للجميع فعلوا زر الجرس حتى تتوصلوا بجديدنا على اليوتيوب إن أردتم الحصول على أفضل المعلومات التقنية في مجال الهواتف. يلا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.